بتكلم على الحالات التحكيميه اللي اثرت في نتائج النادي الاهلي. احنا اخر مره عاملين حصر 12 نقطه رايحه من النادي الاهلي كابتن شريف بسبب التحكيم. النهارده النقطه بقوا 3 بقوا 15 نقطه، 15 نقطه النهارده لما يدعوا من فريق بينافس اعتقد الامور هتبقى صعبه. دي الحاله اللي هي بالنسبه للهدف. تعالى بقى اروح لي شوف لي الحاله بتاعت محمد هاني، حاله بقى تاني بتاعت محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم تعالى يا كابتن نرجع لمحمد عبد المنعم. ايه ده؟ في تعمد. واحدة واحدة بس. أنا هنا الغندور هنا إيه؟ خلى اللعب يتواصل على أساس إن هو بيدي إتاحة فرصة. ما شافهاش كويس. مفيش مشكلة. والتفاصيل ستوب يا كابتن. ستوب. ستارز الجزم. ستوب. ده بيبطلوا كورة. ستارز في الركبة. طيب. ألف ب تحكيم. بنقول من الحكام ما هو استخدام الكورة الزائدة؟ صح. إيه هو؟ الفرق بين التهور واستخدام الكوره الزايده بنقول هنا الاسترزات رايحه في الركبه والركبه مش محميه وفي منطقه مش محميه والراجل جاي من مسافه عنده القوه والسرعه والاسترز. طيب الحكم ما شافش. سؤال فار. فين الفار؟ طب يعني على الفار مع احترامي ليك هات الحكم، يعني هاتوا يا جماعه الالعاب دي اكتر من لعبه الحكم جه وادى فيها بطاقه حمراء. طبعا هنا اللعبه الفار ما جابش الحكم ومرت وحتى ما ادالوش انذار فيها. ودي طبعا كابتن دي بردك من ضمن الحاجات اللي هي علامه استفهام في الحقيقه. طبعا في هذه الحاله شايف ان الحاله ديت استخدام قوه زايده والطرد موجود والاستاذ موجود. نروح اللعبه اللي بعد كده. لعيب من تحت حمايه الحكام. هنا بردك يعني مش عارف احمد هنا انت كنت قريب. يعني هذه الحاله دي يا كابتن احمد انا ما ينفعش امشي اللعبه. ما ينفعش. ليه؟ يعني حتى انا بالحس التحكيمي بتاعي نرجع تاني معلش سامحني هنرجع تاني نمشي ستوب. حتى احمد انا هنا حتى لو انا شايف ان هنا في تحت فرصه انا شايف ان هنا في خطوره والخطوره بالاسترز في الوش كان يجب انك انت تصفر. طب هنمشي كده بقى ونجيب الاعاده من فضلك ونشوف الزاويه اللي جايه بعد كده بس. يعني مفيش بعد كده كابتن ده بنسميه احنا بطاقه حمراء مباشره في الملعب تاخدها من غير ما ترجع لما مجال الرؤيه قدامه مفتوح جنب كوره ما بعدش 3 ياردات عن الكوره. اسهل كابتن ايمن اسهل بطاقه حمراء لان الراجل طالع برجله. بص طالع برجله والاسترز رجله مفتوحه والاسترز رايح في الوش دي مش محتاجه جوه الفار خالص وجاي من سرعه. كابتن ايمن النهارده دي حاله طرد مباشره وهو الفار جاب الحكم وهو رجع طرد ولكن انا بتكلم على سهوله الحاله في الملعب مش محتاج انك انت والفار يجيب الحكم ليه في دي ما يقول له على طول طرد معلش ما هو انا انا النهارده انا لا مش لازم يجي انا لابد النهارده انا مش قرار الطرد ولكن انا بجيب الحكم ليه توصيه كابتن عادل ماشي ما هو بيقول له تعالى معنى ان انا تعالى بغير قرارك عشان تيجي تشوف كابتن عادل انت معايا كابتن عادل ما عندهم بروتوكول ولا عندهم اي حاجه خلي بالك عندنا حاله انا النهارده الحكم مين يا كابتن ما بتجاوبش كابتن محمود عاشور يا كابتن عادل محمود مين عاشور محمود عاشور خلاص الموضوع معروف انتهى الفيلم خلاص يا كابتن اتفضل يا كابتن عاشور ما انتهى الموضوع احنا اخر مره قلنا ان التحكيم هذا الموسم مش عاوز اقول النادي الاهلي لا جميع الفرق بتشتكي من التحكيم والموسم اللي فات برضه يا كابتن معلش انا كمان احنا اكتر لا مفيش جميع الفرق يا كابتن انا مش معاك ان جميع الفرق قدمت كابتن عادل بس جميع الفرق قدمت اعتراض على التحكيم واحتجاج نتيجه الاخطاء ولكن اخر مره احنا بنتكلم على 12 نقطه ضايعين من النادي الاهلي مفيش فيهم تجني على حد 12 نقطة بالورقة والقلم يا كابتن أيمن 12 نقطة رايحين من النادي الأهلي بسبب موضوع التحكيم وجبنا الحالات التحكيمية كابتن إسلام يمكن عمل حلقة كبيرة جدا جدا وجاب الحالات التحكيمية الخاصة بالنقاط اللي ضاعت. النهاردة بنتكلم في ثلاث نقط أو ثلاث نقاط 12 و3 15 نقطة النهاردة بيروح من النادي الأهلي في بطولة أعتقد النهاردة لو ريال مدريد بيلعب في البطولة ديت هيخرج لو نادي كبير جدا جدا هيخرج نتيجه ان ال 12 نقطه النهارده بقوا 15 كابتن بلال خرجوا المنافس عن المنافسه لا 14 نقطه لان احنا النهارده تعادلنا هي كانها هزيمه يعني انا بتكلم هزيمه بس 12 و2 14 كابتن انا بعتبر هزيمه 3 نقط انت لو كسبت النهارده خدت 3 بونت بتبقى عموما يا كابتن احنا بنتكلم في ايه؟ النهارده التحكيم الموسم ده ما كانش كويس مش انا بقول الكلام ده ولا مش بقوله ليه 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 النهارده التحكيم مش كويس ده رأي اتحاد الكورة مش رأيي أنا
اللي بيطلع يقول لك الناس بتبقى في حمله منهجه على التحكيم، بقول له من فضلك كلامك خاطئ لسبب، لان جاب التحكيم الاجنبي اتحاد الكوره، اللي جاب مارك كريتنبرج الخبير الاجنبي هو اتحاد الكوره. خلي بالك هو جابه ليه؟ اسال نفسك السؤال ده. جابه لان هو شايف ان التحكيم ماشي بشكل أزمة. مش كويس. أسوأ موسم تحكيمي، كنا بنتكلم على الموسم اللي فات كابتن ايمن ان النادي الاهلي خسر، هذا الموسم أسوأ موسم تحكيمي بالنسبه للحكام والاخطاء التحكيميه المؤثره في نتائج المباراه، خاصه النادي الاهلي زي ما قلنا 12 نقطه، وهنقول كمان 2 يبقى 14.